السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر العاجل. أصدرت المحكمة الاتحادية اليوم الخميس تنويها بخصوص قرارها بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان. وذكر بيان للمحكمة أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارها بالعدد 59 اتحادية 2012 وموحدتها 110 اتحادية 2019 بتاريخ 15/2/2022 معتمدة على أحكام المواد 110 و111 و110 و115 و121 و130 من دستور جمهورية العراق لعام 2005. وأضاف البيان لا سيما أن القرار الصادر من أحدى محاكم الولايات المتحدة الأمريكية بناء على دعوى من المدعي وزارة النفط العراقية والمدعي عليه وزارة الثروة الطبيعية لحكومة إقليم كردستان كان لمصلحة المدعي، وتم استئناف القرار من قبل المستأنف حكومة إقليم كردستان العراق. وأصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية في 21 ديسمبر 2015 الدائرة الخامسة قرارها المتضمن. قدمت حكومة إقليم كردستان هذا الاستئناف ومن خلال أقرارها الطوعي بتفريغ الشحنة في إسرائيل، وبذا أضعف حكومة إقليم كردستان شدة حجتها في موضوع الاستئناف، وانتهى القرار للأسباب المذكورة سابقا. نوافق على طلب الوزارة، وزارة النفط العراقية، برفض هذا الاستئناف، وبذلك فإن المصلحة العليا للعراق وشعبه تقتضي حسم الدعوة المرقمة 59 اتحادية 2012 وموحدتها 110 اتحادية 2019 وإصدار القرار وفقا لما جاء فيه. للإطلاع على قرار محكمة الولايات المتحدة المحلية.